هناك جهات تحاول أن تستثمر أو تستغل هذه المظاهرات لتصفية حسابات معينة. في هذا الموضوع موضوع المظاهرات بابل كان هناك لبعض الجهات السياسية يعني اندفاع باتجاه تصفية حسابات فيما بينهم. بدأت التسريبات الصوتية، التسريب الأول كان صوتي للرئيس مجلس المحافظة ثم للمحافظ ثم لقائد الشرطة. طبعا التسريب الأخير مع قائد الشرطة ما بيشي، كان كلامه كلام طبيعي. بالعكس موقف قائد الشرطة في بابل كان موقف ممتاز، واستطاع احتواء الأزمة وعلاقته طيبة جدا مع التنسيقيات ومع المتظاهرين. وبابل من أفضل المحافظات بالرغم من بعض الخروقات البسيطة اللي صارت، لكن قياسا باقي المحافظات من أفضل المحافظات اللي تعاطت وتعاملت مع الإعلام، مع الوكالات، مع الصحفيين، مع المتظاهرين، واستطاعت بهذه الحكمة أن تعبر الأزمة. لكن استغلال هذه التسريبات للنيل من جهات سياسية واستغلال المظاهرات لأغراض سياسية أعتقد هذا خطأ كبير.